قيادة المرأة للسيارة أصبحت ضرورة فرضتها الحياة اليومية للمرأة الموظفة، خصوصا لدوامها اليومي وقضاء حوائج البيت المختلفة، لا سيما عند انشغال الرجل بالعمل. دور السياقة مدة 3 أيام بها عملي وبها نظري. احنا اليوم راح نتكلم لكم على النظري، طريقة كيفية تعليم البنات أو السيدات على السياقة. احنا ببداية راح نحضر سياراتنا محورة بأجهزة تحكم وحماية سيفتي، خاف يصير اي ارباك عند المشترك احنا نقدر نعالجه. فتحنا فرصه هي متاحه طبعا لكل الموظفات، دوره سياقه لمده اسبوع نظري وعملي، طبعا كلش محتاجها بصراحه، لان اكثر البنات ما يعرفون، واصلا تشجيع لها بصراحه. اكو تريد تشتري سياره ولكن ما تعرف، وما نقدر، مو كل المكاتب موجوده هاي الفسحه من مجال لهم اسبوع، ولا تنسى بالدوام احنا مرتبطين بعمل ودوام. دائرة تمكين المرأة في مبنى محافظة البصرة خصصت وقتا لتدريب الموظفات على قيادة المركبة نظريا وعمليا، وبذلك تكون قد اختزلت الوقت والأجور من التدريب المجاني. حرصا منا لجعل المرأة أن تكون أكثر قوة وأكثر إرادة في قيادتها لمركبتها داخل الطرق، وإضافة إلى إدارتها لمنزلها وإدارتها لأمور أبنائها، فهي عندما تكون معتمدة على نفسها في إدارة جميع أمورها بما فيها القيادة، ذلك سوف يسهل ويختصر العديد من الفجوات الموجودة في داخل المجتمع، من ناحية الأمنية أو من ناحية زمن إلى آخره. لو كانت حالة طوارئ تحدث بالبيت، على سبيل المثال زوجها تمرض أو يريد ينقل المستشفى وما عندها أحد بالبيت غير هي مثلا أولادها، فبيجي حالة مكان ما تستعين على ما يجي التاكسي، على ما تطلع للشارع، لو تتعلم القيادة أولا تنقذ الحالة اللي هي بيها. غير هذا بصراحة موضوع أن سواق الأجرة وتوقف على الشارع فد ربع ساعة هما تنفد شغلة، يعني صارت مثل ما نقول فتشي ممل. تفيد المجتمع، تفيد نفسها، يعني تفيد أطفالها، يعني مثل ما تقول يعني تخفف الثقل على كاهل زوجها. اعتماد المرأة على نفسها في ظروف الحياة المختلفة وفر لها المزيد من الوقت والجهد والأمان في إدارة شؤونها. علي عبد العزيز، العراقية، البصرة.